هذه شجرة الليمون، كان ورق الليمون بهذا الحجم وكان منظره سيئا، فوضعت له مادة واحدة، سبحان الله تحول ورق الليمون إلى هذا الشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نبات الليمون، كان ورق الليمون بهذا الحجم وكان شكل الورق سيء جدا، فوضعت له مادة واحدة أضفتها إلى التراب، فتحول الورق إلى هذا الشكل كما نرى. بسم الله ما شاء الله، أكبر من حجم يدي، ورق كبير جدا صار، وتغيرت الشجرة وصارت تخرج أوراق جديدة بحجم كبير جدا. ما هي هذه المادة التي وضعتها؟ وضعت له القهوة، تفل القهوة، ولكن بكمية كبيرة، وضعتها في الأسفل هنا وهنا كما نرى، تفل القهوة بعد الشرب تحول الورق إلى